بعد شهر رمضان الكريم ونهاية المسلسلات اللي بتتعرض قدامنا 24 ساعة، لسه في آخر رصاصة موجودة في المسدس وهي أفلام العيد بحلوها بوحشها. هي دي كلمة بوحشها؟ المهم، وفي كل الأحوال ده موسم، وفي العيد الناس بتخرج ومنهم اللي بيروح السينما. وفي الفيديو ده هنشوف إيه اللي موجود عندنا. معاكم أبو اسماعيل من قناة من غير مونتاج، ودي أفلام العيد 2019. رقم 6، إكس مان دارك فينيكس. بعد ما تعلن على الفيلم ده واتلغى، بعدين شوية تعلن عنه تاني، بعدين اتلغى، بعدين حطوا صورة، بعدين اتلغى، نزل إعلان أخيرا. وبعد ما تأجل شوية، بعد ما نزل الإعلان ده تاني، اتعلن عنه واتعلن الريليس ديت، وهو هيكون في بداية شهر يوليو. هيجي لنا فيلم إكس مان دارك فينيكس بعد أكتر من 3 سنين من ساعة آخر فيلم اتعمل في سلسلة إكس مان، فيلم لوجن. مش هنحسبه من السلسلة دي، هنتكلم على الأفلام اللي هي إكس مان، وآخر واحد اتعمل كان فيلم إكس مان أباكاليبس. وفي الفيلم بتاع إكس مان أباكاليبس هو في العالم بتاع إكس مان دارك فينيكس، اللي هو العالم اللي هو الماضي بتاع الحاضر الجديد، اللي هو حاضر بس في نفس الوقت هو ماضي. أفلام إكس مان دي غريبة جدا، بس يلا هو المفروض إنهم يعملوا بقى دارك فينيكس ساجا، يعني الواحد يكون متحمس كده هو. بس بصراحة أنا حاسس إن معظم الناس متحمسين إن يلا اعملوا الفيلم ده، خلصونا علشان عايزين نشوف الإكس مان في عالم مارفل السينمائي، لأن الديل حصلت وخلاص ديزني اشترت فوكس. فيعني ممكن في المستقبل القريب نشوف الميوتنتس في الام سي يو. رقم 5، الممر. الفيلم من اخراج العبقري شريف عرفة وبطولة احمد عز وهند صبري، الكراش بتاعتي في السينما المصرية. انا اسف يا بيبي، بس في العالم العربي هند صبري هي الكراش بتاعتي. وزاد عليهم عندنا احمد رزق، امير كرارة، وواحد من الممثلين اللي انا شايفهم مش واخدين حقهم خالص، محمد فراج. الفيلم بايوغرافي بيحكي عن حرب الاستنزاف وقوات الصاعقة المصرية، حاجة مثيرة للاهتمام، وبالقصص المبنية عليه. فيلم غالي جدا، مصروف عليه، الكلام ده كله الإشاعات اللي مفيش حاجة منها متأكدة. بس عامة أنا في حاجة كده هو أنا شايفها الفيلم ده إن يلا هيكون حلو، وعلى الأقل يعني يكون أحلى من حرب كرموز اللي نزل السنة اللي فاتت، اللي هو كان عبارة بس عن أيوة الراجل المصري هو أحسن راجل في الدنيا. ممكن يطلع شوية قصة كده. رقم 4، حملة فرعون. أيوة الفيلم من إنتاج السك، ولكن في رصة من الممثلين حلوين بناء على أعمالهم السابقة. الفيلم بيتكلم على يحيى، الشخصية اللي بيعمل دورها عمرو سعد، وهو رايح يحرر حبيبته. كل الكلام ده جميل، مايك تايسون في الفيلم. وضف إيه؟ إزاي؟ بقول لكم إيه يعني بجد، أنا ما أقدرش أعبر لكم إزاي احترامي للسبكي زاد تقريبا 10 ليفلات علشان حركة مايك تايسون دي. يعني إن هم يجيبوا جون كلود فان دام يطلع في إعلان اتصالات، يعني هي كانت حركة حلوة، يعني حركة حلوة عملنا فقلنا ماشي أنا عديها تمام. يعني المصريين لا شايفين شغلهم في الحتة دي، يجيبوا مايك تايسون في مان، لو بجد حصلت مايك تايسون طلع في الفيلم. أنا مستني. رقم 3، كازابلانكا. الإعلان اللي طلع لفيلم كازابلانكا، الموضوع غريب منه الإعلان ما طلعش من مصدر موثوق كده هو، بس هو إعلان للفيلم. فأنا هقول المعلومات اللي موجودة عندي، وجزء من الحاجات اللي أنا هقولها لكم دي كانت معلومات أنا واخدها من قبل ما الإعلان يطلع. فأيوه يعني خليكم معايا شوي. من الآخر، أمير كرارة هو الراجل المصري الخطير اللي بيرفع اسم البلد، شعر وشه ليه دور كبير في شخصيته، وفي مشاهد أكشن كرارة بيغلب فيها كل الناس اللي موجودة قدامه. بمعنى تاني، أنا دلوقتي حرقت لكم الفيلم كامل وأنا ما اتفرجتش على الإعلان أساسا، ولو أنا غلطت في أي حاجة من يدوك بس الجملتين اللي أنا قلتهم دول، ممكن تبقوا بعد كده تكتبوا في الكومنتات بتاعت الفيديو محمود أنت كنت غلطان، وأنا متأكد أن اللي أنا قلته هو ده اللي هيحصل، لأن هي دي الأفلام بتاعت بيتر ميمي والكولابيريشن الغريب اللي مع أمير كرارة. رقم 2، الفيل الأزرق 2. مش متأكد هل الفيلم ده هيطلع في العيد ولا هيتأجل، في كل الأحوال هو فيلم منتظر وهند صبري هتطلع فيه، وزيادة على الكاست أستاذ زياد نصاري اللي أنا شايفه من أحسن الممثلين اللي شغالين في الوقت الحالي.
ولكن خالد الصاوي مش هيطلع في الفيلم على حسب المعلومات الموجودة عندنا، بس مش عارف يعني في حاجة جواه كده بتقول ان هم مش عايزين يعلنوا ان هو موجود في الفيلم. وفي الفيلم هيكون في مشهد كده هو اللي هو نوعية مشاهد اللي احنا لازم نعمل الشيء ده، بس مش عارف مين يا ترى هنروح لمين، مين اللي هيعرف، مش عارف مين ده، بعدين هيطلعه خالد الصاوي عشان ناخد الاو مومنت اللي موجودة في الفيلم دي. بس مش عارف، ممكن فعلا يكون حصل مشاكل وخالد الصاوي مش هيطلع. في كل الاحوال عندنا المخرج مروان حامد هو راجع كده هو يعمل الجزء الثاني، وانا مستني علشان اتفرج عليه. ورقم واحد Man in Black International. الفيلم مخطط انه ينزل بعد العيد بكام يوم، ولكن في بلدان عربية ساعات بيتصرفوا كده وبيعملوا كام حركة علشان يجيبوا الافلام المهمة وينزلوها على الموسم بتاع العيد، يعني some good money extra money كده. وبعد اختفاء سلسلة Man in Black بجزئها الثالث، دلوقتي بيعملوا ريبوت للعالم ببطلين جداد شكلهم مألوف، كريس هيمزورث وتيسا تومسون، بعد الكيمياء الرائعة اللي كانت ما بينهم في فيلم ثور راجناروك. فقالوا طيب ليه ما نعملش كام 100 مليون دولار تانيين، يعني هوليوود ممكن نعمل حاجة بأفلام Man in Black، هنعمل ريبوت بشخصيات جديدة. لا بليز، لا بليز، لا بليز. كي تقدروا تشوفوه في العيد، الإعلانات موجودة، وبصراحة أنا مش متوقع منه غير أن أنا هروح السينما أقفل دماغي لساعتين أكل فشار واستمتع. وشكرا أعزائي المشاهدين على متابعتكم، احنا بننزل 4 فيديوهات في الأسبوع هنا، وشكرا على ردة الفعل اللذيذة على نوعية الفيديوهات الجديدة دي. فيعني ممكن تبقوا تعملوا لكم شير كده للفيديوهات دي عشان ده بيساعد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتشغلوا التنبيهات علشان توصل لكم الفيديوهات دي أول بأول. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.